تحية وعودة من جديد لكل المشاهدين اللي بتابعونا. دي كانت درجات الحرارة الصغرى والكبرى في مختلف مدن وولايات السودان. الآن معنا عبر الهاتف العميد أستاذ الفاضل يوسف حديثا حول حركة المرور في شوارع الخرطوم من بعد العطلة. أول حاجة صباح الخير سعادة العميد، وكل عام وانت بخير وصحة وعافية إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، وحييكم وحيي عبركم كل المشاهدين الكرام، وخص بالتحية تحتمي الطريق هذا الصباح، وأقول لهم كل سنة طيبين وإن شاء الله تأمين والأمين وعيد مبارك عليكم إن شاء الله. علينا وعليك. بداية نحن عايزين نتحدث عن المجهودات بتاعت شرطة المرور اللي قامت بها خلال فترة العيد، لأنه فترة العيد من الفترات أو حتى يمكن قبل العيد فترات الوقفة أو قبل الأيام بعيد في ازدحام كبير جدا جدا بيكون في الشوارع. خلينا بداية نتحدث عن النقطة دي. يمكن اللي قال العمل المرور ودائرة مرور راس الحكومة بصفة خاصة يعني درجت سنويا على 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 وضع خطة نوعية لاستيعاب مطلوبات شهر رمضان الكريم يعني خصوصا العشر الأواخر يعني وتنظيم حركة السير فيه هو تمكين كل المواطنين بالتأدية بالشعائر بصورة طيبة. ويمكن خلال العشر الأواخر في هذا الشهر العظيم بدلت دائرة مرور راس الخرطوم مجهودات مغدرة وكبيرة جدا وعملت خطة طموحة جدا استوعبت كل الإشكالات المرورية في العشر الأواخر وفترة ما بعد العيد أو عطلة العيد يعني. نعم. يمكن زي ما قلت كان في ازدحام مرور كبير جدا في العشر الأواخر، يمكن ده مرض لأنه الناس كلهم بيتسوقوا في وقت واحد وده سلوك بشر يعني معروف ترجع له كل المواطنين الكرام يعني في العشر الأواخر يعني. نعم. والناس دائما يتسابقوا في خلال الساعات قبيل الإفطار أو نص ساعة قبيل الإفطار كلهم لفوا مداخل الكبار عشان يوصلوا في وقت واحد يعني كلهم، ودي طبعا ترتب على إشكالات مرورية كبيرة جدا. لكن نحن في مرور راس الخرطوم عملنا خطة طموحة استوعبت هذا الأمر وشرنا قوات كبيرة جدا بكل مداخل الكباري والمواقع والتقاطعات الحاكمة يعني تتعاملوا مع الحركة بصورة طيبة جدا والحمد لله. فترة ما بعد العيد والعطلة يمكن برضه وضعت لها الخطة وكانت طموحة جدا يعني خصوصا مسألة التفويج يعني تمت بصورة طيبة جدا الحمد لله، والناس طبعا بالسابق تعدي العيد مع أهلها يعني والمسألة تمت بصورة طيبة جدا وتم نشر قوات كبيرة جدا ومعينات عمل كلها وفرت بصورة طيبة الحمد لله يعني. نعم. الآن بدأ دوام عمل جديد والشوارع الآن طبعا بتكون مليئة بازدحام العاملين، عايزين نتكلم عن حركة المرور الآن بشوارع العاصمة. يمكن أختي الكريمة الآن نحن مرورا على كل المداخل الكبار والمخارج والمواقع والتقاطعات الحاكمة الحركة أكثر من عادية من السابق بصورة طيبة جدا وليس هناك أي زحام أو إشكالات مرورية. يمكن تمرد لأنه في بعض الكثير من المواطنين الكرام لم يعودوا بعد من العمل يعني. صح، العطلة لسه ما انتهت كله. أي نعم نعم. يمكن الشوارع الآن خالية يعني ما في، نحن الآن نقف في جوار مسجد الشهيد في تقاطعات قرون في شارع النيل يعني ما في حركة عادية جدا، مررنا على كل التقاطعات ونتابع من غرفة الثلاث دفعات الحركة أكثر من عادية يعني. نعم نعم. طيب أخيرا عايزين نقدم نصائح من شرطة المرور إلى كل المواطنين بالطرقات الآن. نحن يمكن الناس عايدة من حاليها بعد ما أمضت عطلة العيد يعني، ونحن نقول لهم على مهلكم وابتعدوا عن السرعات الزايدة وأنتم عايدون إلى الخرطوم يعني ابتعدوا عن التخطي الخاطي، ابتعدوا عن كل أسباب القيادة الخطرة التي تؤدي إلى حوادث نوعية كبيرة تأثر بها المجتمع يعني. دائما يعني ان تصل يعني المداخله خير من لا 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 من لا لا تصل يعني. صح نعم يعني انت في النهايه السرعات الزايده دي يعني بترتب عليها حوادث نوعيه كبيره جدا بتاثر بها المجتمع يعني. نحن نحب بكل المواطنين انهم يبتعدوا عن السرعات الزايده. نعم اكيد، وخصوصا الايام دي تكون الشوارع خاليه، كثير من قاعدين المركبات بيستغلوها للسرعات الزايده لانه الزول يمشي بسرعه عاليه. صح، عكس الاتجاه دي كلها تعد من قبيل القياده الخطره اللي بتؤدي لحوادث تكون نتيجة الموت يعني بصورة مباشرة. نعم. نقول للناس التزموا ضوابط القيادة الدفاعية، ضوابط القيادة الآمنة اللي بتحافظ على أرواحكم وأرواح الشركات الآخرين يعني. نعم. فنتمنى للناس دوام السلامة المرورية ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ودائما نقول لهم يعني تمهلوا وابتعدوا عن
التهور والغيابة بالجيش والتزنوا بضوابط القيادة الآمنة والقيادة الدفاعية. شكرا جزيلا لك سعادة العميد الأستاذ الفاضل يوسف على هذه المداخلة الهاتفية حديثا حول حركة المرور، وكل عام وانت بخير من جديد. نحن نشكركم كثير جدا ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وانتم ظللتم شركاء تقدموا النصح والإرشاد المروري لكل المشاهدين الكرام، لكم التحية والتقدير والسجل. شكرا جزيلا لك.